السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة الديار الابتدائية. وصلنا الفصل الثالث الدرس الأول قصص الجمع من كتاب تدريبات ونشاط الرياضيات للصف الأول الابتدائي. عندنا صفحة 23. التدريب الأول، اكتب العدد في المربع، كم يصبح المجموع؟ عندي هنا أقلام، خلي نحسبهم. 1 2 3 4، اكتب بالمربع 4. نعم. و هنا كم قلم عندي؟ 1 2 3، عندي هنا 3، اكتب 3 بالمربع. إذن عندي مجموعتين من الأقلام، مجموعة بيها 4 ومجموعة بيها 3. إذا أجمعهن سوية كلهن، أضم هاي المجموعة إلى هذه المجموعة، إيش قد يصير عندي المجموع؟ خلي نحسبهم. 1 2 3 4، 5 6 7. خلي نجرب بأصابعنا، يلا إيد طلعوا لي بيها 4 أصابع، عفية، والإيد الثانية طلعوا لي بيها 3. نعم، يلا هسه كلها نحسبها سوية. 1 2 3 4 5 6 7. نعم أحسنتم، أكتب هنا 7. شلون أكتب 7؟ وين يديها 7؟ عفية، لفوق، 7 رافع ايديها لفوق. إذن صار عندي هنا المجموع 7، 4 و 3، المجموع 7. أحسنتم، نروح للتدريب الثاني. أكتب العدد في المربع وأكتب المجموع، كم لعبة عندي هنا؟ نعم عندي 2، أكتب هنا 2. زين، هنا كم لعبة؟ أيضا 2، أكتب هنا بالمربع 2. 2 و 2، المجموع هنا عندي 2 وهنا عندي 2، إذا أضمهن سوية، أجمعهن كلهن سوية، إيش قد يصير عندي؟ نعم، يصير عندي 4. خلي نمثلهن بأصابعنا، هاي الإيد أطلع 2 إصبعين، ومن الإيد الثانية أيضا أطلع 2، إيش قد صارن؟ أحسنتم، صار عندي 4، أكتب هنا 4، المجموع 4. 2 و 2 يساوي 4، المجموع 4. نعم، عندي هذا التدريب الثالث. لدى أحمد برتقالتان، وأعطته أمه برتقالة أخرى، أمثل البرتقال باستعمال الدائرة وأجد المجموع. يلا نرسم. أحمد إيش قد كم برتقالة كانت عنده بالبداية؟ كان عنده 2، أرسم دويرتين، هاي واحدة وهاي واحدة. زين، و ماما ايش قد انطته؟ كم برتقالة بعدين؟ انطته واحدة، أرسم برتقالة واحدة. هسا أقرأ اللي سوينا هنا الجملة. 2 و 1، كد المجموع 3، اكتب هنا 2 و 1، ايش كد صار عندي المجموع 3، اكتب هنا 3 برتقالات. نعم، انتهت التدريبات حبايبي الحلوين، نلتقي إن شاء الله بدروس قادمة بإذن الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.